السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الفقاس اللي كيجي اكثر من رائع اقتصادي. ولا عجبكم لا فيديو ديال اليوم كيف ديما ديروا لايك وشاركوا في القناه وبارطاجوا مع الاصدقاء والحباب ديالكم. نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال الفقاس، عندي اربعه البيضات، كنحيد منهم الصفر ديال البيضه كنخليه للتزيين. دابا بقاو ليا ثلاثة وبيض، ثلاثة البيضات كاملين وبيض ديال بيضة وحدة. عندي كاس ديال الزيت ديال العنبة، عندي كاس ديال السكر، عندي شوية ديال الزوجلان القياس اللي بغيتو، عندي النافع سخنت واحد شوية باش تيطلق ديك المذاق، وغادي نبداو نخلطو. صاشي ديال فاني، درت واحد الرشة ديال الملحة، عندي واحد جوج خمارات تا هما غادي نضيفهم ديال 8 غرام، وكنبدا نزيد الطحين بشوية بشوية. هي هاد العجينة ديال الفقاس ما كتبغيش تكون قاسحة، كتبغي تكون شويه خفيفه. ونبدا نعجن. بالنسبه للعجينه ديال الفقاس، النصيحه الاولى خاصها تكون خفيفه. علاش تكون خفيفه؟ ملي كتكون خفيفه، ملي كندخلوها الفران كتقدر تطلع وبلا ما تشقق، كتهز راسها كتنفخ في الخميره وبلا ما كتشقق. وملي كتكون العجينه قاسحه ما كتلقاش فين تتنفخ، هي فاش كتشقق. والحاجه الثانيه، غادي ندخلوها في الفران بارد بارد ونشعلو لتحت وكنخليوها نعطيوها الوقت باش كتطلع، حيت هي عجينه شويه يعني غليظه ماشي هي رقيقه، يعني خصها تساعد وخصها تكون خفيفه باش يمكن ليها تطلع بالخميره وما تشققش لينا. الا كانت قاسحه السير غادي تشقق. اولا تاني عاود، الا كان الفران مجهد وسخون ودخلتيها ومع داك العلو اللي فيها، ضروري تاني غتشقق. واخا تكون خفيفه ودخلتيها في الفران مجهد يعني سخون بزاف، كي تدخليها ما كتلقاش فين تخدم راسها، ما كتعطيهاش الوقت فين تطلع بشويه بشويه، هذاك هو اللي كيجعلها كتشقق بسرعه. هادو هذه هي النصيحه ديال الفقاس. دابا غادي نقسمها، الحساب نقسمها على أربعة. غندير حرابل، غادي نحربلوها في حالة الشكل وغادي نوضعوها في اللاطا. داك صفر ديال البيضة ضفت عليه واحد شوية ديال القهوة سريعة الذوبان، كنخلط مزيان، كنبداو ندهنو على هاد الشكل، كندهنو مزيان. وملي كندهنو كنشدو واحد فرشيطة أولا وكنبداو نديرو خطوط عشوائية هكا صافي، وكنشعلو الفران. الفران غيكون بارد وغادي نشعلو على 180 لتحت فقط، يعني من التحت خاصها طيب، وكنخليوها هي ماشي نص طيبه، كيطيب ولكن تيبقى ابيض، كيطيب من الداخل وكيبقى ابيض وكنخرجوه. هانتوما شعلت عليه لتحت وخليته تتنفخ مزيان، دابا طفيت لتحت وغاني شعلت الفوق وغيتحمر ليا شي شويه صافي وغادي نخرجو. ملي خرجتهم من الفران هانتوما شفتوهم كي تيجيو ما كيتشقوا ما حتى شي حاجه وكيتنفخوا مزيان وطايبين من الداخل. دابا اش خصني ندير لهم؟ نخليهم تيبردوا وكنلويهم في واحد منديل وواحد البلاستيكه وكنوضعهم في الثلاجه. انا دابا صيبتهم في الصباح، نقدر نسالي شغلي ونجبدهم ونقطعهم بواحد السهوله، نقدر ما ساليتش نخليهم حتى الغد ليه، اولا درتهم في العشيه نقدر نخليهم حتى الغد ليه. الا غنسالي شغلي
وغادي نجبدو باش كنسهلو علينا بحال هاد الامور كنسهلوهم علينا، ماشي كنبقاو واقفين على داك الفقاس نكملوه كنمشيو نديروه وكنمشيو نقضيو شغلنا، يعني ما كنضيعوش الوقت. وكيجي على هاد الشكل كيجي اكثر من رائع. هانتوما شفتوا لا تبعتوا المراحل كامله غادي ينجح لكم. دابا غادي نبدا نقطع في الفقاس، نقطع لكم بهاد الموس الصغير العادي اللي كيتباعوا ديال 5 دراهم كان. هانتوما بحال هاد الشكل صغير، الموس يكون ناضي راه كتجي تقطيعه زوينه، اولا هاد بحال المنشار حتى هو تيقطع ليا مزيان. شي هذا هو التقطاع ديال الفقاس، ما فيه لا قشور لا والو، كيجي مزيان. هانتوما واخا الموس لا كان عندكم غاد صغير اللي كتخدموا به الخضره عادي حتى هو راه كيجي بيه زوين، اولا هذا الكبير منشار هو تيجي مزيان. وكنقطعوه وكنستوه في الطاوة وكنشعلو الفران على درجة حرارة 180، كنخليوه حتى كيتحمر لينا وكنطفيو البوطة. نستمر ونكمل ومن بعد نرجع لكم. والفقاس ديالنا كيجي اكثر من رائع. صحة وراحة، استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.